ترتيب اوراقها قبل انطلاقه الموسم الجديد. الان اعزائي احبائي انطلقت صافره حكم المباراه مراد الزواهري وتبدا برمي تماس لمصلحه بين الفريقين. الان يوسف رواجده احد القادمين الجدد من فريق النادي العربي. سعيد مرجان الذي سجل هدف فريق الرمله في مرمى الوحدات. كره الان عند ماهر الجدع الرواجده، كره مقطوعه من احمد عبد الحليم مره ثانيه. الان كرة لفريق نادي ذات راس تصل عند الجهة اليسرى عند اللاعب فهد اليوسف. فهد اليوسف تصل الآن وكرة مقطوعة من عبد الحليم إلى يوسف رواجدة. يوسف يعكس كرة ولكنها مقطوعة بالرأس من محمد المحارمة. فاللاعب سعيد مرجان الذي سجل أول أهداف الرمثة في هذا الموسم بالأمام للرواجدة يوسف. كرة الآن هجمة خطيرة، محمد عمر يعكس كرة ولكنها بعيدة. في مشوار تصفيات كأس العالم. كرة الآن بالأمام ما أقرب للاعب ذات راس كحال بعض الأندية التغييرات تكون حاضرة. وأكيد الهدف هو الوصول إلى أعلى المراتب في هذا الموسم. فريق ذات راس اللي كان حقيقة منافس الموسم الماضي ولكن موضوع التعادلات والتعادلات هي التي أضرت بطموحات وحظوظ الفريق بالمنافسة على لقب الدوري. الآن هجم الآن محمد عمر الشيشاني. محمد عمر الشيشاني يعكس كرة ولكنها مقطوعة. كرة مقطوعة وأول ركلة ركنية. معتز يسيب التنفيذ. معتز كرة بالأمام ومقطوعة برأس اللاعب الروماني أجنات. تعود الآن محمد خير باتجاه شريف النواشي ولكنها مقطوعة. كرة علي خويلي باتجاه اللاعب يوسف رواجدي. استقبال يوسف من جديد علي خويلي. نشاهد الاغلاق المحكم من لاعبي نادي ذات راس. اغلاق المنافذ المؤدي الى مرمى الحارس معتز ياسين. التكتيك المتبع من قبل الكابتن نزار محروس الملقب بثعلب الكرة السورية. كرة بالامام مقطوعة الان تعود الان عند اللاعب فهد جاسر. فهد جاسر تقييم مسار اللعب للاعب نيكولاس كوفي. كوفي على الجهة اليسرى. كوفي ولكن ايضا هناك مضايقة. كوفي يعكس كرة الان ولكن فراس صالح براس يضع الكرة داخل ملعب ذات راس. كرة عند اللاعب فهد اليوسف احد ابرز اللاعبين المحترفين. مقطوعة قبل وصولها لشريف النواشي. الرمثة اللاعب احسان حداد. الان كرة مع ذات راس الى حاتم ولكن كرة مقطوعة. محمود بطول الى احمد غازي حتاملي. احمد غازي كرة بالامام ومعتز ياسين. معتز ياسين يسيطر على هذه الكرة الثابتة. احمد عبد الحليم كرة لفهد اليوسف قالت على فهد. معادة من احسان حداد الى الحارس فراس صالح. مقطوعة من فهد جاسر. تعود سعيد مرجان. كرة عند اللاعب يوسف رواجه. يوسف الأول ولكن كرة مقطوعة. كرة مقطوعة بكل براعة. نشاهد يتقدم يوسف ويسدد بالقدم اليسرى ولكن معتز ياسين الخروج. تنفيذ عن طريق حاتم عقل بالأمام ومقطوعة برأسية علي خويلد. إلى محمد خير باتجاه شريف النواشي. النواشي لمحمد محارمي. الان الكرة العرضية باتجاه اللاعب كوفي. الان مقطوعة من دفاعات فريق الرمثة بصورة خاطئة. محمد غازي وكانه لاعب مهاجم. اذا اعزائي حوالي ربع ساعة مرت والنتيجة ما زالت التعادل بدون اهداف بين الفريقين. فريق الرمثة وفريق نادي ذات راس في اطار لقاءات الجولة الثانية من لقاءات المجموعة الثانية لبطولة كأس الأردن. المناصب بالامس كان هناك ثلاث مباريات انطلاقت هذه الجوله. ثلاث مباريات فريق البقعه والجزيره التعادل السلبي. شباب الاردن تعادل ايجابي لمصلحه ذات راس. معتز كره بالامام شريف النوايش مقطوعه براس سعيد المرجان اماميه ولكن اقرب للحارس فراس صالح. سيطر على الكره فراس صالح. فراس يضع الكرة بالامام باتجاه اللاعب احمد غازي حتامله.
يدركها لعفاد يوسف، تذهب الى رمي التماس لمصعد ذات راس، تنفيذ احمد عبد الحليم، كره عند كوفي، كوفي اللاعب الغاني نيكولاس كوفي، كوفي يعود بالكره، تذهب الى رمي التماس لمصعد فريق ذات راس، تنفيذ من احمد عبد الحليم، كره بالامام لفهد اليوسف، فهد اليوسف، كرة مقطوعة من فريق نادي الرمتة بالأمام للاعب يوسف الرواجدي، يوسف هجمة عن طريق الجهة اليمنى، يتقدم يوسف، مقطوعة الكرة إلى رمي تماس لمصعد فريق الرمتة، رمي تماس، تنفيذ من قبل اللاعب الآن يوسف الرواجدي، كرة عند سعيد مرجان، معادة عند إحسان حداد، إحسان يعيد الكرة إلى اللاعب أجنات الروماني الى شادي ديابات، الى علي خويله، مرة ثانية شادي ديابات، شادي كرة بالامام مقطوعة من محمد المحامي بالرأس، سعيد مرجان بالاستقبال امام اللاعب كوفي، كرة خطأ لمصعد فريق الرمتة، ركلة حرة لمصعد اللاعب سعيد مرجان، سعيد مرجان، سعيد كرة طويلة بدون عنوان تذهب إلى رمي تماس لمصعد فريق ذاك سعيد مرجان وماهر الجدع، محمد عمر الشيشاني، محمود قصول، يوسف الرواجدي، الحاج مطر ينتظر قيده طبعا في الفترة المقبلة لكي يشارك في الجولات المقبلة. خطأ لمصعد لغاية الآن أعزائي فقط فرصة خطيرة في المباراة لمصعد فريق الرمتة، محمود بصول القادم من النادي العربي، محمود ايضا هناك دفاع القومي فريق ذات راس، الان فهد جاسر، فهد جاسر فريق نادي ذات راس، 20 دقيقة اعزائي احبائي تقريبا مرت، كرة بالامام بين الى مصالحة الجماهير اكيد والظفر بالنقاط الثلاث، وايضا ذات راس طموحه النقاط الثلاث، كرة بالامام باتجاه يسر رواجده مقطوعة برأسية لوسيم لبزور إلى أحمد عبد الحليم، يتقدم أحمد بالأمام النواشي من أول لمس لفهد اليوسف، فهد اليوسف، فهد كرة عرضية ولكنها تصل سهلة عند فراس صالح، كانت عرضية فهد اليوسف أفضل من يمرر الكرات العرضية للملاعب الأردنية، محمود بصول بكل براعة يتجاوز ويمرر تمريرة جميلة عند اللاعب يوسف الرواجدي، يوسف الرواجدي، يوسف ولكنها مقطوعة من وسيم لبزور، تعود لاحمد غازي حتابله، احمد غازي على الجهه اليسرى، احمد غازي يحاول عرضيه، لا تقدم مساعد من علي خويلي، علي خويلي يتقدم، علي، علي خويلي يعكس كره ولكن معتز ياسين، ولكن معتز ياسين الخطا مره ثانيه، علي خويلي ولكن مقطوعه، محمد المحارمه كره بالامام لمحمد خير، يعيدها لحاتم عقل، كره طويله بالامام مقطوعه براس احسان حداد، تصل الان للاعب احمد عمر الشيشاني، شاهد تبدل المراكز بين احمد عمر الشيشاني الان واللاعب احمد غازي حتم، حاتم عقل، كره باتجاه اللاعب كوفي، طالت على كوفي محترف نادي ذات راس، يطلب الكره، هذا طبعا الفرصه الخطيره والابعاد ياتي من قبل الحارس معتز ياسين الثانيه في هذا الشوط، كره مقطوعه من حاتم عقل ايضا تصل سعيد مرجان، سعيد مرجان يتقدم، سعيد كرة عند احسان حداد، احسان حداد مرة ثانية، سعيد مرجان، سعيد يذهب الى احمد غازي ولكنها اقرب لمحمد المحارمي الى رمي التماس لمصعد فريق الرمثة، رمي التماس، ماهر الجدع بالاستقبال، ماهر الجدع، ماهر كرة عند اجنات بتركها لاحسان حداد الى اجنت وكادت ان تربك اجنت ولكنها ايضا تبقى مع فريق الرمتة، محمد المحارمه الرواجدي بالراس، كره عند احمد غازي حتامله، احمد غازي، احمد غازي مقطوعه من حاتم عقل مره ثانيه، ماهر الجدع الان الفرصه، الان الفرصه، الان تمريره ولكنها تقطع بالنهايه من الثنائي احمد وتصل سهله عند معتز ياسين، هجمة كانت منسقة في لقاء فريق الرمثة مع فريق ذات راس في ثاني جولات بطولة كأس الأردن المناصير، اللقاء المقام في إطار لقاءات المجموعة الثانية، أحمد غازي حتاملة،
كرة للرواجدي يوسف، يوسف الرواجدي، معادة مرة ثانية للحتاملة، أحمد، كرة لمحمود بصول، محمود بصول لا يوسف الرواجدي، يوسف يوسف يعود بالكرة، أيضا مقنوع محمد خير، محمد خير بالأمام إلى نيكولاس، وهناك تعود مرة ثانية محمد خير ولكن مقطوعة من اللاعب سعيد مرجان، سلامات، هناك إصابة مزدوجة للاعب حقيقي في أول 25 دقيقة من فريق ذات رأس. الآن إحسان حداد، كرة عند أجنات المحترف الروماني، تصل الآن لإحسان حداد كما ذكرت يلعب اليوم في مركز الظهير الأيمن، كرة بالأمام مقطوعة. هذا المركز تغييرات تجربة من قبل المدير الفني فلوري متروك، حسين حداد يلعب عادة في مركز الارتكاز الوسط وليس في مركز الظهير الأيمن. معتز ياسين، كرة باتجاه اللاعب كوفي مقطوعة براس علي خويلي، تصل لماهر الجدع، ماهر تمرير الآن عند علي خويلي، علي خويلي بالأمام ليوسف الرواجدي، متابعة من حاتم عقل، يوسف الرواجدي تمريرها لبصول مقطوعة من قبل اللاعب بزور، لبزور يقطع الكرة قبصولها لبصول، شريف النواشي ذات راس، عاد من بوابة ذات راس في الفترة الماضية إلى صفوف منتخبنا الوطني. محمد المحارمة بتركها لي أحمد عبد الحليم، كرة بالأمام سعيد مرجان، هناك أيضا الآن الدربكة والقطع بالرأس، تصل للحتاملة أحمد غازي، براس صالح يضع الكرة في ملعب فريق ذات راس، أحمد غازي حتاملة، كرة ولكنها مقطوعة من حازم جودت بالأمام، محمد خير بالاستقبال، يبدأ هجمة لفريق ذات راس، كرة عند فهد اليوسف، فهد اليوسف، فهد اليوسف، فهد اليوسف، الآن العرضية والكرة الرأسية مرت من الجميع، كرة مأسية لهذا اللاعب ومحاولة تجنيس هذا اللاعب، منح الجنسية الأردنية لكي يتسنى ضمه لمنتخبنا الوطني، فهد اليوسف لم يسبق له أن مثل المنتخب السوري، كرة الآن مقطوع في راس صالح والدربكة، والآن الإبعاد يأتي من اللاعب سعيد مرجان. إذن فهد اليوسف نتمنى، يعني هذه يمكن دعوة ورأي شخصي حقيقة أنه هذا اللاعب، وطبعا رأي كثير من النقاد، هذا اللاعب يستحق. جنست فرنسا، جنست إيطاليا، معظم المنتخبات الكبيرة جنست، الآن ركلة حرة، كرة ولكن في راس صالح، في راس صالح يتصدى لهذه الركلة الحرة. هجم الآن، كرة عند اللاعب أحمد غازي حتاملة، إحسان حداد تمريرة طويلة بالأمام تجاه اللاعب يسر رواجدة، مقطوعة محمد المحارمة. الآن سعيد مرجان يقود هجمة لفريق الرمتة، سعيد مرجان، سعيد كرة عند الجهة اليمنى، الآن العرضية حاضرة، كرة ولكنها مقطوعة من حاتم عقل، مقطوعة من حاتم عقل في اللحظة الأخيرة قبل وصولها للاعب يسر رواجدة. تعود الآن ماهر الجدع بالأمام، أيضا خطأ على اللاعب إلى هذا اللاعب حاتم عقل، عند محمد المحارمة بالأمام، فهد الجاسر لشريف النوايشي، يتقدم شريف النواشي، شريف كرة الآن، العرضية حاضرة للاعب كوفي، كوفي التعادل السلبي والإياب، فوز فريق ذات راس في ملعب الحسن بهدفين دون مقابل. كرة معادة بالخلف، إحسان حداد، أقل من ربع ساعة أعزائي أحبائي على نهاية أحداث الحصة الأولى، تعادل سلبي ما زال هو المسيطر، ولغاية الآن كل اللقاءات في هذه البطولة لم تتجاوز حاجز الهدف باستثناء لقاءات الوحدات، الوحدات الوحيدة التي سجل أكثر من هدف، أول مباراة مع الرمتة 3-1، المباراة بالأمس مع اتحاد الرمتة بهدفين، بقية المباريات إما تعادل سلبي أو إيجابي 1-1 أو الفوز بهدف مقابل لا شيء. أحمد غازي حتاملة، أحمد غازي يتقدم، أحمد غازي كرة عند محمود بصول، محمود بصول كرة ليسر رواجدي ولكنها طالت، كرة أمامية نيكولاس كوفي ولكنها تصل مقطوعة من قبل اللاعب شادي ديابات إلى فهد اليوسف، فهد اليوسف، فهد كرة عرضية للاعب نيكولاس ولكنه مدافع، وكأنه مدافع اللاعب كوفي في اللقطة الماضية، وكأنه قلب دفاع وليس قلب هجوم. الآن هجمة عن طريق الجهة اليمنى، محمد عمر الشيشاني يبدأ هجمة الآن خطيرة لفريق الرمثة، محمد عمر الشيشاني، محمد عمر، محمد عمر الشيشاني، كرة عند محمود بصول،
لبصول تمريرة ولكنها خاطئة مقطوعة من قبل اللاعب محمد المحارمي. تصل الآن عند محمد خير مباشرة عند اللاعب كوفي. كوفي أيضا مقطوعة من حسين حداد. يمكن نبكر نحكم على مستوى اللاعب كوفي، ولكن لغاية الآن قدم مباراتين يحتاج وقت الانسجام. هذا أول مباراة له مع فريق ذات رأس، بالتالي الصبر عليه قبل الحكم على إمكانيات هذا اللاعب. كرة الآن عند اللاعب أحمد عبد الحليم صاحب تصويبات صاروخية أحمد عبد الحليم، ولكنها مقطوعة. الآن كرة لفريق الرمتة، هجمة عن طريق الجهة اليمنى. يبدأ اللاعب الآن محمد عمر الشيشاني في ظل تقدم أحمد عبد الحليم. الآن سعيد مرجان، كرة أحمد غازي عتابلة. أحمد غازي يسدد ولكن الرمتة. فراس صالح بالأمام باتجاه يوسف رواجدة. يوسف مقطوعة من اللاعب وسيم لبزور. بالرأس الآن محمد عمر الشيشاني. كرة عند محمود بصول. محمود ولكنها خاطئة. هجم الآن لفريق ذات رأس. نيكولاس كوفي. محمد خير. فهد جاسر ولكنها خاطئة المهارية. وبالتالي نعذر جميع الفرق لغاية الآن. الآن فلعب شريف النواشف. كرة عند كوفي. مراوغة سعيد مرجان. كوفي ومرجان، خطأ لمصلحة علي خويلة. علي بالأمام لمحمد عمر الشيشاني، يعود الجناح الأيسر. يوسف الرواجدة. يوسف كرة مقطوعة من فهد اليوسف. تصل لماهر الجدع. ماهر يفتح اللعب نحو الجهة اليمنى لإحسان حداد. تصل لأحمد غازي حتاملة. العرضية حاضرة ولكن مقطوعة من البزور. النواشي بالرأس. شريف تصل لماهر الجدع. كرة معادة عند أجنت. مرة ثانية إحسان حداد بالأمام لمحمود البصول، والمضايقة من عبد الحليم ولكنها تصل بالنهاية عند أحمد غازي حتاملة. أحمد غازي كرة أقرب لمحمد المحارمة. تمريرة طويلة تذهب إلى رمي التماس. الدقائق الأخيرة أعزائي أحبائي من عمر الشوط الأول. كرة بالأمام مقطوعة من أمام اللاعب الرواشدي من قبل حاتم عقل. كرة طويلة لنيكولاس كوفي مقطوعة من نهاية الحصة الأولى. كوفي ولكنها خاطئة. كما ذكرت عامل الانسجام بين هذا اللاعب والزملاء ليس أكيد، وضع طبيعي لا يصل إلى الحد الأدنى المطلوب. محمد عمر الشيشاني مقطوعة الكرة. سعيد مرجان. سعيد تمريرة بينية ولكنها مقطوعة بكل براعة من اللاعب فهد اليوسف إلى اللاعب حازم جودة. تمريرة لمحمد خير. محمد خير بالأمام لفهد جاسر. محمد المحارمة. هناك ركلة حرة لمصلحة فريق الرمتة تنفيذ عن طريق اللاعب الخويلة. يعيد الكرة للحارس فراس صالح. فراس صالح بالأمام عند إحسان حداد. إحسان حداد يتقدم. تمريرة عند سعيد مرجان. شادي ذيابات. شادي بالأمام محمد عمر الشيشاني. محمد عمر ولكنها أيضا خاطئة. حازم جودة مقطوعة الكرة من إحسان حداد. مرة ثانية باتجاه اللاعب فهد اليوسف. فهد اليوسف يضع الكرة في الأمام باتجاه شريف النواشي ولكن أقرب للاعب الروماني أجنت. إحسان حدد. إحسان تمريرة بالأمام أحمد غازي ولكنها خاطئة مقطوعة من قبل اللاعب حازم جودة. بالأمام لشريف النواشي. شريف ولكن أيضا مقطوعة من قبل اللاعب الروماني. أجنت يكسب من خلالها ركلة مرمى تنفيذ عن طريق الحارس فراس صالح. فراس يضع الكرة في ملعب فريق ذات رأس وتصل الآن لفهد اليوسف. فهد اليوسف اللاعب المتميز. كرة أقرب لإحسان حداد أيضا يقطعها اللاعب الروماني. سعيد مرجان بالاستقبال يعيد الكرة إلى إحسان حداد. إحسان حداد أحد اللاعبين القادمين من نادي العربي.
لا الرواجدي، كرة الآن محمود البصول، محمود البصول تمريرة قصيرة ولكن مقطوعة، كرة مقطوعة قبل وصولها للاعب يوسف الرواجدي، رامي تماس سعيد مرجان، سعيد كرة عند ماهر الجدع، ماهر الجدع تمريرة عند علي خويلي، علي خويلي عند محمد عمر الشيشاني، محمد عمر ولكن أيضا خاطئة. الآن هجمة لفريق ذات راس، محمد خير يبدأ هجمة، محمد خير يتقدم ولكن بطء في هذه الهجمة وبالتالي فريق الرمثة يعود فريق الرمثة لإغلاق المناء وإبطال هذه الهجمة سريعا. سعيد مرجان كرة عند يسر رواجده، تمريرة تصل محمد عمر الشيشاني، محمد عمر الشيشاني، محمد عمر، محمد عمر الشيشاني يعكس كرة والمتابعة فرصة الآن والخطورة، والخطورة على فوهة المرمى، على فوهة المرمى تضيع أمام أحمد غازي، هذه خطيرة تضيع على فريق الرمثة. هذه الفرصة حتى توترت كما شاهدت أمامي المدير الفني موتروك، توتر كثيرا بعد ضياع هذه الفرصة من عوامله. هجم الآن لفريق الرمثة، محمد عمر الشيشاني ما وصلت له، تصل لمحمود البصول، محمود البصول إلى سعيد مرجان، كرة عند ماهر الجدع، تمريرة عند اللاعب علي خويلي، سعيد مرجان تمريرات الآن بين لاعبي الرمثة داخل ملعب فريق ذات راس، إلى الجهة اليمنى استقبال إحسان حداد، أحمد غازي، أحمد غازي يتقدم، أحمد غازي، أحمد غازي يسدد ولكنها بعيدة. هذه الفرصة نشاهد اللاعب محمد عمر الشيشاني التمريرة، وهناك أحمد غازي حتابله، ونشاهد الإبعاد، الإبعاد على مرحلتين أعتقد. الآن شوف النواشي، النواشي، النواشي تمريرة ولا أيضا مرت، مرت من الجميع، مرت من الجميع تمريرة شريف النواشي، مرت تمريرة خطيرة من الجهة اليمنى للاعب شريف النواشي، لم تجد المتابعة أيضا، فرصة خطيرة تضيع على فريق ذات رأس. محمد عمر الشيشاني اللحظات الأخيرة، الوقت الأصلي انتهى أعزائي، بانتظار الآن معرفة الوقت المحتسب بدل الضياع. أحمد غازي حتامه إلى يوسف رواجدي، يوسف، يوسف رواجدي، محمود بصوري يسدد ولكن هناك ركلة جزاء، ركلة جزاء لمصلحة فريق الرمثة. تنفيذ لأنه الآن في احتكاك، هذا هو موتروك، هذه الفرصة، يتقدم سعيد، سعيد مجاهد يتقدم والتصدي، والتصدي لنجم اللقاء الأول الحارس معتز ياسين. الآن الخطورة ما زالت قائمة ولكن الآن الكرة تبعد. ما نبخس أي فريق حقه، ما نبخس يعني ما نظلم الجهاز الفني ولا اللاعبين، يعني مرحلة إعداد ليست نموذجية إطلاقا، ومعظم الأندية يعني في كثير أندية استعانت بعديد الأسماء، وفي بعض يعني بدل يعني الأكلية الجديدة اللي منها من هذا المدير الفني موتروك بحاجة لوقت حتى يضع بصمته على فريق الرمثة. أيضا كابتن نزار محروس الدور تصل لحازم جودة، إلى أحمد عبد الحليم، أحمد إلى محمد خير، كرة بالأمام مقطوعة برأس شادي ذيابات، أحمد غازي حتامنة أيضا كرة إلى فهد اليوسف، فهد اليوسف يتقدم، فهد كرة عند محمد خير إلى اللاعب حازم جودة، تصل لفهد جاسر، فهد جاسر معادة بالخلف إلى حاتم عقل، تمريرة لفهد مقطوعة قبل وصولها لفهد اليوسف، حازم جودة الآن تصل لفهد اليوسف، فهد اليوسف، فهد اليوسف، هناك الحكم كان يطالب فهد يوسف بخطأ ولكن الحكم مراد الزواري قريب لم يحتسب اي خطأ لمصلحة هذا اللاعب، كان كدخول من قبل اللاعب حسين حداد. هذا اللاعب حسين حداد كما ذكرت اليوم يجربه موتروك، وبعد قليل سنشاهد الورقة الاولى، الورقة الاولى لموتروك، ورقة اللاعب رامي سمارة قائد فريق الرمثة يتحضر للدخول بعد لحظات كتبديل اول من قبل فلورين موتروك. بالامام كرة عند يوسف الرواجده، يوسف اماميه باتجاه محمد عمر الشيشاني، محمد عمر الشيشاني، محمد عمر، محمد عمر ولكن مقطوعه، كرة مقطوعه محمد المحارمه، كلا اللاعبين مرة من فريق شباب الاردن،
بالامام عند كوفي عند اللاعب فهد اليوسف، كرة امامي محمد خير ولكنها مقطوعة، تذهب الى رمية تماس لمصلحة ذات راس. الان التبديل، الورقة الاولى ستكون حاضرة، احمد غازي حتاملة سيخرج ويدخل رامي سمارة. كرة ولا مقطوعة بالرأس، كرة مقطوعة بالرأس من قبل حسين حداد. يؤجل التبديل الان مترك، يؤجل تبديل رامي سمارة. ركلة ركنية لمصلحة الان فريق ذات راس، تنفيذ عن طريق اللاعب فهد اليوسف. هذا نشاهد عودة اللاعب ماهر الجدع للمساندة الدفاعية. فهد اليوسف يحرك الكرة بالسم قصير لأحمد حليم، عبد الحليم للكعب، مقطوعة إلى رمي التماس لمصلحة فريق الرمتة. لفصول هناك الآن التبديل سيتم، أحمد غازي حتاملة، أحمد غازي حتاملة سيعوض رامي سمارة. أول ورقة وأول تبديل وأول تغيير، رامي سمارة. الغاية هو تفعيل وتنشيط منطقة خط الوسط. يخرج أحمد غازي حتاملة ويدخل رامي سمارة. كورة الآن إحسان حداد، تمريرة بالأمام تجاه يوسف الرواجد، تحرك بصورة جيدة في الشوط الأول. لغاية الآن لم نشاهد يوسف الرواجد، كان تعليمات يمكن كانت حاضرة من قبل نزار محروس للسيطرة أكثر على هذا اللاعب. سعيد مرجان، كورة عند علي خويلة، الآن العرضية ولكنها مقطوعة من محمد الحاربي. مرة ثانية سعيد مرجان، سعيد مرجان، هناك هدف ملغي، سعيد مرجان وهدف ملغي، هدف ملغي لفريق الرمثة، والصافرة سبقت تسديدة اللاعب سعيد مرجان. صافرة الحكم سبقت تسديدة اللاعب سعيد مرجان، وبالتالي النتيجة أعزائي أحبائي ما زالت التعادل بدون أهداف. الآن فهد اليوسف، فهد اليوسف كرة بالأمام لمحمد خير، ولا مقطوعة برأسية شادي ديابات، تصل لعلي خويلة، رامي سمارة أيضا مقطوعة الكرة، رامي سمارة بالأمام أيضا مقطوعة، وسيم لبزور إلى حازم، كرة عند نيكولاس كوفي، تمريرة عند الجهة اليمنى لمحمد خير، محمد خير العرضية الآن حاضرة والإبعاد بقبضة اليد من الحارس، حارس فراس صالح يبعد الخطر، تبقى الكرة مع فريق الرمتة. سعيد مرجان، سعيد يعود بالكرة إلى علي خويلة. إذا أعزائي حوالي ربع ساعة مرت من عمر الحصة الثانية، التعادل السلبي ما زال هو المسيطر بين الرمتة وذات راس في إطار لقاءات الجولة الثانية لبطولة كأس أردن مناصير. كرة بالأمام النواشي، تمريرة ولكنها خاطئة، أقرب الآن لوسيم لبزور، وسيم لأحمد عبد الحليم عند حازم جودة، اللاعب اللي احترف في السعودية كما نعلم، ونعرف أيضا قبل ذلك كان مع فريق شباب الأردن، يعرف جيدا نزار محروس. عبد الحليم يعكس كرة ولكن فراس صالح، فراس صالح سيطر على الكرة. الآن رامي سمارة، رامي سمارة بالأمام عند محمود بصول، محمود بصول مباشرة، كرة عند الجهة اليسرى عند محمد عمر الشيشاني، محمد عمر الشيشاني، محمد عمر، محمد عمر، ولكنها مقطوعة، كانت مضايقة من حاتم عقل، مضايقة من حاتم عقل، بالتالي يبطل مفعول الهجمة أمام اللاعب محمد عمر الشيشاني. الآن فهد اليوسف، كرة عند فهد الجاسر، فهد جاسر يغير مسار اللاعب الجهة اليسرى لمحمد خير ولكنها مقطوعة من اللاعب حسين حداد. تذهب الى رمي تماس لمصلحة فريق ذات راس، تنفيذ عن طريق احمد عبد العليم، احمد عبد العليم، رمي التماس من احمد، كرة باتجاه شريف، تذهب الى رمي تماس الان تتحول لفريق الرمي. رامي سمارة بالاستقبال، رامي كرة اللاعب احمد عليم الى ركله ركنيه لمصلحه فريق الرمثة.
الرفع والعنصر هجوما. تنفيذ الركنية الآن من محمد عمر الشيشاني. محمد عمر الشيشاني بالتنفيذ الآن. كرة الآن منفذة ولكنها تبتعد، تصل للاعب شادي ديابات. معادة بالخلف عند رامي سمارة. الآن كرة سهلة عند معتز ياسي. الآن يرتدي رامي سمارة شارة القيادة لفريق الرمتة بعد ما كانت في قبل دخوله مع اللاعب شادي ديابات. فهد اليوسف، فهد اليوسف كرة عند اللاعب حازم جودت. حازم جودت عند الجهة اليمنى، كرة برأس مباشرة اللاعب كوفي، نيكولاس كوفي. كوفي يعكس كرة والابعاد لفراس صالح، الابعاد لفراس صالح لهذه العرضية من اللاعب نيكولاس كوفي. محمود بصول دفعة واضحة من قبل اللاعب محمد المحارمي. لغاية الآن ما شاء الله يمكن فقط هناك بطاقة صفراء وحيدة في المباراة، يمكن للاعب وسيم بزور. كرة بالأمام، يوسف الرواجدي بالاستقبال. يوسف الرواجدي كرة تبقى مع فريق الرمتة. ماهر الجدع مباشرة للرواجدي من جديد. يوسف الرواجدي يعكس كرة ومعتز ياسين. معتز ياسين الحارس الأمين لفريق نادي ذات راس. محمد خير، محمد خير، محمد خير كرة بالأمام ولكن أيضا مقطوعة من قبل حسين حداد. رامي سمارة كرة أمامية لمحمد عمر، محمد عمر ولكنها أقرب للحارس معتز ياسين. محمد المحارمي هجم الآن عن طريق اللاعب فهد اليوسف. فهد اليوسف كرة عند حاتم عقل. حاتم لحازم جودت. بالأمام للاعب كوفي والخطورة ما زالت قائمة. اللاعب كوفي، كوفي يسدد. هناك تسلل، ركلة حرة غير مباشرة على اللاعب نيكولاس كوفي. طب بالمناسبة أعزائي يعني السجل التاريخي للقاءات الفريقين، هذا اللقاء رقم 15 بين الفريقين. الفريقان التقيا في مناسبات عديدة، 8 لقاءات في الدوري، 3 لقاءات، هذا اللقاء الرابع في الكأس، لقاءين في الدرع، وكان هناك لقاء واحد في إطار منافسات دوري الدرجة الأولى عندما هبط فريق الرمتة إلى دوري الدرجة الأولى عام 2008. الآن كرة أمامية، شريف الرأس ولكنها بعيدة. شريف كرة رأسية تبتعد عن المرمى. سلامات لشريف النوايشة. هناك اصطدام مع قلب دفاع فريق الرمتة. سلامات لشريف النواشي وسلامات يمكن اللاعب اعتقد شادي ديابات. سلامات لشادي ديابات وسلامات لشريف النواشي. اذا اعزائي هذا اللقاء رقم 15. الدوري كما ذكرت 8 لقاءات، الكأس هذا اللقاء الرابع، الدرع لقاءين والدرجة الاولى لقاء. الدوري هناك 8 لقاءات، 5 انتصارات لفريق الرمثة مقابل انتصار وحيد كان في اياب الموسم الماضي بهدفين في ملعب الحسن وتعادل مرتين. الكأس 3 مباريات، هذا اللقاء الرابع فوز وفوز لكل فريق وتعادل. والدرع هناك مباراتين فوز لكل فريق والدرجة الاولى. دوري الدرجة الاولى في عام 2008 الرمثة فاز بثلاث اهداف مقابل هدف واحد. هذا اللقاء السجل التاريخي في لقاءات الفريقين، اللقاء رقم 15 بين الكرتين. اول لقاء كان في الدوري الرمتة فاز فيه 3-1 موسم 2004-2005 في اول مواسم فريق ذات راس، واخر لقاء فريق ذات راس فاز فيه بهدفين مقابل لا شيء في اياب الموسم الماضي. واكيد اغلى انتصار لذات راس اكيد هو في نهائي بطولة كأس الاردن الموسم قبل الماضي على فريق الرمتة عندما توج بلقب بطولة كأس الأردن. هذا أغلى انتصار لفريق ذات راس بشكل عام وعلى كرة الرمتة بشكل خاص. الآن سعيد مرجان كرة عند اللاعب علي خويلي. علي خويلي، علي تراجع الآن في إيقاع هذه المباراة. أقرب لحاتم يبعد الخطر إلى رمي تماس لمصلحة فريق ذات راس. استلام الكرة بقدم اللاعب محمود بصول وبالتالي رمي تماس لمصلحة فريق نادي ذات راس.
التعادل السلبي أعزائي أحبائي، حوالي انتصاف الحصة الثانية، تعادل سلبي بين الفريقين. الآن كرة عند يوسف الرواجدي، يوسف عند ماهر الجدع، مرة ثانية يوسف بتركها لإحسان حداد، الآن عرضية حاضرة وكرة مقطوعة بكل براعة من محمد المحارمي، يبعد الخطر. تعود الآن هجمة سريعة لذات راس، خطأ وأول بطاقة صفراء لفريق الرمتة، اللاعب رامي سمارة. رامي سمارة يتحصل على بطاقة صفراء، يبعد الخطر، ومشروع هجمة كانت سريعة لذات راس من أمام اللاعب فهد جاسر في مكان مناسب في منتصف الملعب قبل التوغل أكثر في ملعب فريق الرمتة. الآن حاتم عقل، كرة عند الجهة اليمنى لفهد اليوسف، فهد اليوسف العرضية كرة، ولكن الآن تصل على الطاير تسديدة ولكنها بعيدة، محاولة كانت من قبل اللاعب حازم جودة، تسديدة على الطاير ولكنها تبتعد عن مرمى براس صالح. الورقة الثانية ستكون حاضرة بعد قليل لفريق الرمتة. اللاعب الواعد، اللاعب الصاعد، اللاعب المهاري بلال الدؤود، سيكون حاضرا بعد لحظات، راقبوا هذا اللاعب جيدا، بلال الدؤود. كرة الآن، هجمة، هناك خطأ، لمصلحة فريق ذات راس. سلامات، في هناك بطاقة صفراء، يمكن ليوسف الرواجدي، نعم بطاقة صفراء. إذا الآن تبديل سيتم لفريق الرمتة. الورقة الثانية، ورقة تعزيز الناحية الهجومية، محل مل سيكون اللاعب بلال الدؤود. إذا محل اللاعب محمود البصول، سيغادر ويدخل اللاعب بلال الدؤود، تعزيز أكثر للناحية الهجومية. فلورين مترك يبحث عن إعادة الروح من جديد للهجوم. فريق ذات راس يتعامل أيضا بقراءة فنية جيدة للكابتن نزار محروس لهذه المباراة. ركلة حرة لمصلحة فريق ذات راس. سلامات لمحمد المحارمة اللي يقدم اليوم مباراة جيدة، وقبل قليل أبعد ببراعة كرة رأسية إثر هجمة وعرضية خطيرة. ركلة حرة لمصلحة الآن فريق ذات راس. سلامات لمحمد المحارمة، سلامات لكل اللاعبين إن شاء الله. حاتم عقل يتحضر لتنفيذ الركلة الحرة لمصلحة فريق ذات راس. كرة بالأمام لنيكولاس، مقطوعة برأس اللاعب أجنت. تعود لعلي خويلة، تمريرة بالأمام مقطوعة برأس المحارمة. ماهر الجدع عند سعيد مرجان، لماهر الجدع من جديد، تقدم ماهر الجدع، ماهر الجدع تمرير الآن ولكنها مقطوعة. هناك ركلة حرة، خطيرة لفريق الرمتة، من على مشارف منطقة الجزاء، تماما. مراد الزواهري يحتسب خطأ، وكان هناك عرقلة في البداية للاعب الرمتة، ولكن منح الأفضلية، بنعرف الأفضلية تكون فقط لثواني معدودة، الأفضلية تعطى 6 ثواني، إذا استفاد من الهجمة، كان به، إذا لم يستفد من الهجمة يتم احتساب الخطأ لمصلحة الفريق اللي كان تسبب لمصلحة الخطأ. على كل حال ركلة حرة الآن لمصلحة فريق الرمتة، مكان خطر، مكان مواجه تماما لمرمى الحارس معتز ياسين. ركلة حرة مباشرة، نشاهد من سينفذ، نشاهد اللاعب محمد عمر الشيشاني، نشاهد أيضا رامي سمارة، نشاهد إحسان حداد، من سينفذ هذه الركلة الحرة المباشرة. عودة لكل لاعبي ذات راس داخل ملعبهم، داخل منطقة جزائهم، حوالي تبتعد 19 متر عن مرمى معتز ياسين. أعتقد الأقرب هو اللاعب محمد عمر الشيشاني.
ركلة حرة لفريق الرمتة. هل تحمل الجديد محمد عمر الشيشاني؟ محمد عمر الشيشاني يسدد ولكن حاط الصد، ومرة ثانية متابعة بالقدم اليسرى من مار الجدع ولكنها تبتعد. إذا حاط الصد يتكفل ببعاد تسديدة اللاعب محمد عمر الشيشاني. شاهد الحوار الباسم وضاعك بين وسيم بزور وأيضا حاتم عقل. ركلة مرمى الآن لمصلحة فريق ذات راس. إذا أعزائي الأحبائي حوالي نقترب من نصف ساعة لعب من زمن الشوط الثاني. التعادل السلبي ما زال هو المسيطر في رابع اللقاءات التاريخية بين الفريقين في إطار بطولة الكأس. رابع اللقاءات بين الفريقين بالكأس. فوز لكل فريق وتعادل في سجل اللقاءات التاريخية ببطولة كأس الأردن. بالأمام كرة ولكنها خطأ لمصلحة فريق الرمتة. خطأ على اللاعب نيكولاس كوفي. كما ذكرت كوفي الانطباع الأول يعني لم يقدم يمكن المنتظر، وأعيد وأكرر حديث مشاهدة فقط مباراة واحدة بحاجة لتعرف على الامكانيات الحقيقية لهذا اللاعب. حسان عداد كرة تصدم باللاعب شريف النواشي. حسان عداد يعيد الكرة لفراس صالح. فراس للاعب حسان عداد من جديد. حسان محمد عمر الشيشاني. حاتم عقل بتركها لياسين. ياسين صاحب الاداء الثابت والاداء نجم اللقاء الاول كما ذكرت لغايه الان. بالامام علي خويلة ولكن فهد اليوسف. فهد اليوسف يلحق بالكره. علي خويلة يعود. علي خويلة ولكن فهد اليوسف من جديد، والحوار على الكره ينتهي بخطا لمصلحه فريق الرمته. خطا لمصلحه فريق الرمته. ركله حره مباشره لمصلحه فريق الرمته. شاهد ذيابات علي خويلة بالقدم اليسرى. كرة بالامام مقطوعة برأس حازم جودة لمحمد خير. محمد خير معادة لحازم جودة الى فهد جاسر. تذهب الان الى حاتم عقل. حاتم عقل. حاتم بالامام تسلل على اللاعب نيكولاس كوفي. لغاية الان نزار محروس لم يجري اي تبديل. لغاية الان نزار محروس يضع الثقة في التشكيلة اللي بدأ فيها المباراة. ركلة حرة لمصلحة فريق الرمتة. فراس صالح بالأمام ولكنها مقطوعة تذهب إلى رمي تماس لمصلحة فريق الرمتة. كرة تصل عند علي خويلة. علي خويلة تمرير تسليم الكرة لماهر الجدع. ماهر الجدع يعيدها الى اجنت بالامام للرواشدي يوسف. مقطوعة برأس محمد المحارمة. علي خويلة من جديد الى سعيد مرجان. تمريرات الان رمتوية داخل الملعب فريق ذات راس. تذهب الان الى احسان حداد. فرصة العرضية ستكون حاضرة بعد قليل. العرضية والرأسي الان. والان يسر رواشدي ولكنها طالت قناعة. يسر رواشدي. يوسف رواجدي يلم الكره تمريره ولكنها مقطوعه تعود الى رامي سماره لفتح اللعب للجهه اليمنى وتمر من الجميع حتى من قبل اللاعب حسين حداد. تصدم بعد لاعبي فريق ذات راس الى رامي التماس لفريق الرمته. الان كره عند اللاعب بلال الدؤود بالامام. الان احسان حداد امامي الى بلال الدؤود اقرب لحازم جوده. يبعد الخطر الى رمي التماس لمصلحة فريق الرمتة. الان تذهب الكرة عند اللاعب الجدع. العرضية مقطوعة برأسية لمحمد المحارمة. رامي سمارة. رامي يسدد والعارضة. رامي يسدد يطلق صاروخ ولكن العارضة. العارضة تنوب عن معتز ياسين. فرصة أفاقت حتى الجمهور. أفاقت الجميع حتى الجمهور. كرة صاروخية لرامي سمارة ولكن العارضة تلوب عن معتز ياسين. الآن حسين حداد
احسان وكره مقطوعه. احمد عبد الحليم بالامام الى شريف النواشي. شريف النواشي خطا على رامي سماره. ركله حره لذات راس. فرصه من اخطر الفرص. نشاهد رامي سماره يسدد الكره الصاروخيه تصطدم بالعارضه تنوب عن الحارس معتز ياسي. فرصه ذهبيه تضيع على فريق الرمثا لفتح باب التسجيل. عبد العليم كره محمد خير استقبال خاطئ مقطوعه من قبل اللاعب بلال الداود. بلال تمريره طالت على يوسف الرواجدي تذهب الى رمي التماس لمصلحه فريق ذات راس. رمية التماس لذات راس. محمد الحارمة بالتنفيذ حوالي 10 دقائق اعزائي احبائي. حوالي نحن بالدقيقة 80 من عمر المباراة. 10 دقائق متبقية من عمر الزمن الاصلي للمباراة. تعادل سلبي ما زال بين فريقي الرمثا وذات راس في اللقاء المقام في ملعب الامير هاشم في اطار لقاءات المجموعه الثانيه ثاني لقاءات الفريقين في بطوله كاس الاردن. الان كره عند حازم جودت عند فهد جاسر. فهد جاسر تمريره عند الجهه اليمنى. الكره الان تخرج الى ركله مرمى لمصلحه فريق الرمثا. كانت حمايه من قبل اللاعب علي خويله. هذا جانب من جمهور فريق الرمثا. تحية لكل الجمهور وتحية ايضا لجمهور ذات راس اللي قدم لمؤازرة ايضا واتى من الكرك لمؤازرة فريقه. كرة الان عند اللاعب علي خويلي. علي خويلي بالامام يوسف الرواجدي. يوسف يعيد الكرة لعلي خويلي من جديد. علي خويلي تمريرة عند رامي سمارة. تغيير مسار اللاعب الى الجهه اليمنى احسان حدث. تمرير الان عند اللاعب بلال الدول بالامام لمحمد عمر. محمد عمر الشيشاني ايضا اللاعب وتذهب الى رمي التماس لمصلحه فريق الرمثا. رمي التماس ماهر الجدع بالاستقبال. ماهر الجدع تصطدم باللاعب حازم جودت تذهب الى رمي التماس من جديد لمصلحه فريق الرمثا. فريق الرمثا اعتماد كبير على الاطراف ولكن حقيقة ذات راس يعني قراءة جيدة لهذه الافكار وهذه الحلول. وبالتالي الان يوسف الرواجدي. يوسف يسدد من جديد ولكنها تبتعد. يوسف شتان بين هذه التسديدة وتسديدة اللاعب رامي سمارة. شتان شتان. تذهب الى ركلة مرمى لمصلحة فريق ذات راس. الدقائق الأخيرة أعزائي أحبائي. توقعنا مباراة فنية أفضل من ذلك ولكن كما ذكرت لا نلوم أحد. بعد قليل سنشاهد الورقة الأولى للكابتن نزار محروس. سنشاهد ورقة اللاعب أحمد عبد الرحمن. كرة بالأمام الى اللاعب نيكولاس كوفي. معادة للاعب فهد جاسر. يتقدم فهد جاسر. فهد جاسر. فهد كرة عند الجهة اليمنى لمحمد المحارمة. محمد المحارمة. محمد الى فهد اليوسف. فهد اليوسف الى المحارمة ولكنها مقطوعة. حقيقة المشاهد فهد اليوسف اليوم بمستوى المعهود. تمريره الان لفهد اليوسف طويله بالامام للنوايشه. الاستقبال للنوايشه. النوايشه ومحمد خير. محمد خير الان. محمد خير فتح اللعب للجهه اليمنى. الان العرضيه حاضره والاستقبال لاحمد عبد الحليم. احمد عبد الحليم. احمد عبد الحليم يتقدم. احمد احمد عبد الحليم يعكس كره ولكن مقطوعه. كره مقطوعه الى هجمة لفريق الرمثا. الان اللاعب ماهر الجدع. ماهر الجدع يتقدم. ماهر ولكن قالت على ماهر. الان محمد خير او اللاعب نعم محمد خير مقطوع امامه. سعيد مرجان يعكس كرة وعلى الطاير. كرة على الطاير.
على الطاير مرت من امام اللاعب محمد عمر الشيشاني. محمد عمر الشيشاني كاد ان يخطف هدف التقدم، ولكن الكرة على الطاير عادت بعيدة على المرمى. الان تبديل اخر للرمته، ورقة اللاعب اياد الخطيب. اياد الخطيب محل صاحب الفرصة الاخيرة اللاعب محمد عمر الشيشاني. اياد الخطيب اخر الاوراق الهجومية للكابتن فلورين متروك. لعل وعسى. حازم جودة، كرة عند محمد خير بالامام. ماهر الجدع، كرة مقطوعة لرمي تماس. رمي تماس لمصلحة فريق الرمشة. سعيد مرجان بالاستقبال، يعيد الكرة بالخلف. الان شريف النواشي الى نيكولاس، خطأ. الان تبديل اول لمصلحة فريق نادي ذات راس. التبديل الاول، فهد جاسر سيخرج ويدخل اللاعب احمد عبد الرحمن. احمد عبد الرحمن محل اللاعب فهد جاسر. فهد جاسر قادم من فريق اليرموك هذا الموسم. الان ركلة حرة لمصلحة فريق الرمتة. حوالي خمس دقائق اعزائي احبائي، الدقائق الاخيرة من عمر الوقت الاصلي. التعادل السلبي بين الفريقين. كرة بالامام، هجم الان تصل للاعب بلال الداود. بلال يعكس، كرة ومقطوعة من حاتم عقل. رامي تماس لمصنعة فريق الرمتة. رامي تماس الان منفذة علي قويلي. كرة عند رامي سمارة. رامي سمارة الى اللاعب اياد الخطيب. اول لمس اياد الخطيب بجواره حسين حداد. اياد الخطيب، كرة عند ماهر الجدع. لا، اياد الخطيب من جديد، قصيرة للجدع. ماهر الجدع الى حسين حداد، العرضية البعيدة طالت على الجميع، تذهب الى ركلة مرمى لمصلحة فريق ذات راس. ركلة مرمى. المباراة تتجه كمعظم المباريات حقيقة منسوب هجومي ضعيف جدا في انطلاقة لقاءات بطولة كأس الأردن المناصير. منسوب هجومي وأهداف بالقطارة تسجل لغاية الآن في بطولة كأس الأردن المناصير. إن شاء الله يعني الأمل يعني مع قادم الجولات وارتفاع المستوى وارتفاع الانسجام واستعادة لياقة المباريات، إن شاء الله سنشاهد مستويات أفضل، سنشاهد أهداف أكثر. الأهداف هي دوما مطلب الجمهور، وهي يعني اللي بتحرك الجمهور واللي تحسم النتائج أكيد في المباريات. الدقائق الأخيرة أعزائي أحبائي، هل تنتهي بالتعادل السلبي؟ هل يكون لأحد الفريقين رأيا آخر؟ الآن كرة عند اللاعب إحسان حداد. إحسان عند إياد الخطيب. إياد الخطيب معادة بالخلف عند أجند. طويلة عند بلال الداود. بلال الداود، بلال يسدد ولكنها بجوار القائم. بلال الداود يتجاوز المدافع ويسدد كرة أرضية ولكن بجوار القائم الأيمن. فرصة خطيرة تضيع على هذا اللاعب الصاعد. هذه الكرة شاهد يتجاوز محمد المحارمة، يسدد كرة تمر بمحاذاة القائم الأيمن. الآن ركلة مرمى لمصلحة فريق ذات راس. هناك إصابة لأحد اللاعبين. سلامات يمكن محمد المحارمة. محمد المحارمة قلب دفاع لاعب المدافع لفريق نادي ذات راس. محمد المحارمة إن شاء الله السلامة. هل سيكمل المباراة أم لا؟ اللاعب محمد المحارمة. محمد المحارمة هل سيستطيع إكمال هذه المباراة؟ أم سيكون هناك تبديل اضطراري للكابتن نزار محروس؟ على كل حال انتظار الآن رأي المسعف. طبعا
فريق الرمسة او فريق ذات راس الجهاز الفني نزار محروس المدرب العام تامر المجالي المسعف عائد الرواشده مدير الفريق يونس الرواشده هذا الجهاز الفني والاداري طبعا لفريق نادي ذات راس سلامات لمحمد المحارمه في مشاورات يمكن بين نزار محروس والكابتن تامر المجالي على كل حال عاد الرواشدة اعتقد يمكن ما في قرار بالتغيير يمكن سيكمل لاعب احمد المحارمه المباراه نحن الان في الزفيره الاخيره اعزائي احبائي الدقائق واللحظات الاخيره من الوقت الاصلي للمباراه التعادل السلبي بين الفريقين كرة الآن سعيد مرجع بالاستقبال ومقطوعة تصل لوسيم لبزور وسيم أيضا مقطوعة لشادي الديابات إياد الخطيب بالاستقبال إياد الخطيب قصيرة لسعيد مرجان الآن إياد ولكن أيضا عودة لفادي اليوسف يعيد الكرة لمعتز ياسين مباشرة يضعها داخل ملعب فريق الرمسة كرة مقطوعة برأس أجنت مباشرة محمد خير إلى كوفي ولكن أيضا مقطوعة سعيد مرجان بالرأس يضع الكرة لياد الخطيب تصل الآن للاعب يسر رواجد يوسف يعكس كرة وبالخبرة حاتم عقل يبعد الخطر إلى رمي التماس الآن لمصنعات فريق الرمسة بالأمام أيضا مقطوعة تماس ثاني بانتظار معرفة الوقت المحتسب بدل الضائع إياد الخطيب الآن العرضية ومعتز ياسين يصل الكرة قبل الجميع معتز ياسين يضع الكرة باتجاه اللاعب شريف النواشي اقرب لعلي خويلي يعيدها الى الحارس فراس صالح فراس صالح الحكم الرابع اللوزي بانتظار الان كان يعني الدقائق معرفة الدقائق من الحكم الساحة على كل حال الان عند اللاعب نيكولاس كوفي هجم الان لفريق لفريق ذات راس احمد معاده لاحمد عبد الحليم كرة عند اللاعب محمد خير يذهب الى رمي التماس رمي التماس لمصلحة فريق نادي ذات راس اعتقد الوقت الاصلي يعني تقريبا انتهى بانتظار معرفة الوقت المحتسب بدل الضائع الان كرة مقطوعة من شادي ديابات تصل الى رامي سماره تسليم مباشره للاعب ماهر الجدع ماهر الجدع الى اياد الخطيب يبدا هجمه من الجهه اليمنى اياد الخطيب اياد يعكس كره ولكنها مقطوعه عن وسيم البزور وسيم البزور يقدم مباراه جيده ايضا كما هو الحال لحاتم عقل والمحارمه واحمد عبد الحليم دفاع ذات راس يقدم مباراه كبيره لغايه الان علي خويلي كره عند ماهر الجدع ماهر عند اللاعب علي خويلي علي يعكس كرة ولكنها ايضا مقطوعة ماهر الجدع بالامام الى يوسف الرواشدة يوسف الرواشدة يوسف يوسف الرواشدة يعكس كرة مقطوعة بالرأس تصل اللاعب حازم جودة مباشرة يضع الكرة مشروع هجمة مفدى لفريق ذات راس شريف النواشي بالامام للاعب نيكولاس كوفي مقطوع الكرة تذهب إلى رمي تماس لمصلحة فريق ذات راس. تبديل سيكون حاضر أيضا بعد قليل لفريق نادي ذات راس، اللاعب قيس محمد. قيس العماد سيكون حاضر بعد قليل. توجيهات أخيرة من قبل الكابتن زاهر محروس. رمي تماس لمصلحة فريق ذات راس. رمي التماس تنفيذ عن طريق اللاعب محمد المحارمة محمد المحارمة التماس الآن لفريق نادي ذات راس بالرأس من النواشي لنيكولاس كوفي فرصة الآن تسديدة ولكنها تمر كرة خطيرة من قبل اللاعب محمد خير بالقدم اليسرى وتمر بمحاذاة القائم وبجوار مرمى فريق الرمسة فرصة خطيرة تضيع على فريق ذات راس، الآن حسين حداد تمريرة بالأمام عند اللاعب إياد الخطيب، إياد الخطيب وطالت على إياد الخطيب.
طالت على يد الخطيب. الان سيف النواشي سيخرج ودخول اللاعب قيس نعمات. قيس نعمات يعوض اللاعب شريف النواشي. شريف النواشي يخرج ويدخل اللاعب قيس نعمات. الورقة الثانية للكابتن نزار محروس. ركلة حرة او ركلة مرمى لمصلحة فريق ذات راس. تنفيذ عن طريق الحارس معتز ياسين. معتز بالامام كرة مقطوعة برأسية يد الخطيب للاعب يوسف الرواجدي. هناك خطأ لمصلحة فريق ذات راس. ركلة حرة حسب إشارة الحكم المساعد الأول وليد أبو حجيش. ركلة حرة لمصلحة فريق ذات راس. بالأمام كرة عند اللاعب الآن أو اللمسة. هناك تسلل. ركلة حرة غير مباشرة على اللاعب قيس نعمات. تسلل الآن منفذة عند اللاعب علي خويلي. الآن سنتعرف على الوقت المحتسب بدل الضائع. ثلاث دقائق. إذا ثلاث دقائق أعزائي أحبائي وقت محتسب بدل الضائع. دخلنا في أول دقيقة. ركلة حرة لمصلحة فريق الرمتة. نذكر فريق الرمتة حصل في الوقت بدل الضائع في الشوط الأول على ركلة جزاء أهدرها سعيد مرجان. الآن كرة عند رامي سمرة. ماهر الجدع يعيد الكرة بالخلف عند شادي ديابات. تمريرة تصل عند اللاعب حسين حداد. إحسان بالأمام مقطوعة بالرأس. أحمد تذهب الآن إلى رمي تماس لمصلحة فريق الرمتة. إحسان حداد إلى يوسف الرواجدي بالخلف. إحسان حداد يغير مسار اللاعب الجاني يوسف للاعب علي خويلي. علي خويلي استقبال لعلي والقطع من اللاعب فهد اليوسف. يعيد الكرة بالخلف. كرة بالأمام الآن ولكن مقطوعة من رامي سمارة. تصل الآن للاعب ماهر الجدع أمامية ليوسف الرواجدي. طالت على يوسف الرواجدي تذهب إلى ركلة مرمى لمصلحة فريق نادي داترس. يبدو أن الأمور ستتجه بنقطة لكل فريق وبالتالي داترس يعزز موقعه في المركز الثاني في المجموعة الثانية بأربع نقاط خلف فريق الوحدات بست نقاط. بينما الرمتة قد يحصل في حال استمرار النتيجة على هذا النحو على سيحصل على النقطة الأولى. شباب الأردن عنده نقطتين واتحاد الرمتة عنده نقطة. يلا كوبي. وأيضا في أن مشيت بني حسن عنده نقطة بعد أن تعادل بالأمس مع فريق شباب الأردن. رامي تماس. رامي تماس لمصلحة فريق نادي ذات راس. الثواني الأخيرة. كرة الآن عند اللاعب أحمد عبد الحليم. تذهب مقطوعة من جديد. الزفير الأخير. الزفير الأخير أعزائي أحبائي. رمي التماس الآن لفريق نادي ذات راس. أعتقد هناك ثواني فقط متبقية على نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع. فهد اليوسف. فهد اليوسف ولكن مقطوعة من اللاعب رامي سمارة. بالأمام. كرة عند اللاعب فهد اليوسف. فهد اليوسف ايضا اياد الخطيب. الان اعزائي احبائي نهايه هذه المباراه بتعادل سلبي بين الفريقين الرمسه وذات راس. وبالتالي ذات راس كما ذكرت اربع نقاط وفريق الرمسه يصل الى ويحصل على النقطه الاولى. كل الشكر لزملائي كالمعنى مباشره مصورين علي العميان.